بوابة جيمينيز والدور الأمني الذي تقوم به من تفتيش السيارات المهربة للأغذية والمواد الفاسدة ومن حد الهجرة الغير شرعية الظاهرة التي كثرت بشكل كبير في السنوات الأخيرة. نقص الإمكانيات من الآليات العسكرية والتموين والبنزين لدى هذه البوابة، ولكن تعمل على قدم وساق من أجل استتباب الأمن، وتعتبر البوابة الوحيدة في مدخل بنغازي الغربي. دور منطقة جيمينيز الحقيقة تفتيش على السيارات وتفتيش على السلع المهربة وعلى الناس اللي ما عندهمش أجرات، تشاديين والسوديين. نحن كم مرة نمسكوا في تشاديين وسوديين نحولوا فيهم على الهجرة غير الشرعية. نحن ما عندناش إمكانيات لا بنزينة لا سيارات كويسة، لا ما فيش. نحن مجهوداتنا الخاصة اللي صبينا المديرية من سلوك جيمينيز الحق. مدير سلوك جيمينيز الحقيقة مش مقصر معانا، بس الله غالب عليه، حتى هو ما عندهش إمكانيات. بوابة جيمينيز تقوم بحملة واسعة منذ انطلاق عملية الكرامة على تفتيش السيارات والتدقيق في الإجراءات القانونية لدى المركبات الآلية وإحالة كل السرقات والتهريب وغيرها من الأمور التي تعود سلبا على القانون إلى النيابة لأخذ ما يلزم لمعاقبة الجاني. بالنسبة للتمركز الأمني حاليا بوابة جيمينيز المدخل الرئيسي المدخل الغربي لمدينة بنغازي، والله قايمين بعملنا على أكمل وجه طبعا، ومعنا طبعا المكلفه سريه المقر التابع للمنطقه العسكريه بنغازي، القوات المسلحه التابعه للمنطقه العسكريه بنغازي، والله يقوموا بعديد من بيقوموا بعملهم على اكمل وجه. من يومين فاتن بس قبضنا على مجموعه من جنسيات افريقيه وتسليم رسمي طبعا للجهه المختصه اللي هي جهه مكافحه الهجره غير الشرعيه، تمام. وفي مجموعة من القضايا اللي هن طبعا تم القبض على مجموعة من الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية الفاسدة المنتهية الصلاحية، وتم تسليمها لجهات مختصة بهذا الشأن اللي هو جهاز الحرس البلدي. طبعا بالتعاون نشكره في هذه اللحظة جهاز حرس بلدي جيمينيز ومتعاون معنا على أكمل وجه الحق. كان للمواطن رأي بما يقوم به رجال الجيش والشرطة في بوابة جيمينيز من زرع روح الأمن والأمانة ومن أخذ القرارات الصارمة ضد كل من يخالف القانون. صراحة بالنسبة لبوابة جيمينيز قائمة بعملها على أكمل وجه، من ناحية المرور، من ناحية الحرس البلدي، من ناحية أفراد الشرطة، يعني ما شاء الله تبارك الله سبحانه وتعالى، تشعر بأن فيه أمن وأمان وردة نفس الحياة ونفس طبيعة الحياة يعني طبيعية الأولى، وفي نفس اللحظة أولا يشعروك أنك أنت كما تقول أن فيه أمن فعلا. أنا بحكم أني أولا زميل لهم وفي نفس اللحظة قريب منهم، أنا من نشوف في معاملتهم حتى مع البشر، نشوف في أثناء لما يقبضوا على سيارات البرنامج الهجرة غير شرعية، نشوف حتى في معاملتهم كما تقول مع الأجانب ومع نشوف في معاملتهم مع أذن الوطن. قايمين بحملات نظافه من داخل المنطقه ومن خارج المنطقه وجميع الشرائح ملتمه يعني بدون استثناء من اي شخص كان. هذه البوابه ودورها الامني يزرع في روح الوطن والمواطن الطمانينه بان رجال الامن لن يتخلوا عن وطنهم وعن عهدهم الذي قطعوه امام الله والوطن بان يكونوا الدرع الحصين للوطن، ومن تسود له نفسه المساس بالامانه سيكون عقابه قاسيا. اصدر